الفرصة إيمان. لبروف أحمد صلاح. شكرا أستاذ إيمان. أنا في مداخلتي في البداية لما قلت تحقيق تعليم إلكتروني ناجح، ذكرنا أنه أولا أن تتبنى المؤسسة هذه الفكرة، الإدارة العليا إذا دعمت الفكرة طبعا الأمور بتمشي، لكن المدير العام والمساعدين لو ما متحمسين ما عندهم الرغبة في التعليم الإلكتروني فلا يمكن ذلك. وذكرنا أنه البنية التحتية برضو لا بد من أن تقوى، وذكرنا أنه التدريب يعني يكون في علاقة بين التيم بتاع التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات عشان يقدر يعمل البنية التحتية الصحيحة. والتدريب برضو ذكرناه كأساس، لأنه بدون تدريب لا يمكن الاستفادة من التعليم الإلكتروني. فقلنا التيم بتاع التعليم الإلكتروني لا بد أن يبنوا علاقة وطيدة مع التدريب حسب الاحتياجات بتاعتهم عشان يقدروا يدربوا كل القائمين بإنتاج الدروس وتصميمها وتقديمها للطالب بالصورة النهائية. بخصوص المنهجيات، طبعا المنهجيات دي فعلا مهمة، وإحنا زي ما ذكرت متمسكين بنوع واحد تقريبا أو نوعين. عندنا المحاضرة دي هي اللي تستخدم أكثر، لكن لعب الأدوار والألعاب والسيميليشن والإنتراكشن هي غايبة في مناهجنا. وطبعا بالأبحاث ذاتها من وصلوا إنه الدروس التي تقدم بالتنوع تمكث في المخ لفترات طويلة ولا تنسى، يعني بالذات لما يكون فيها وسائط متعددة وتقوم بتمثيل الدور بنفسك. فدي أشياء أساسية لازم يدرب عليه الأساتذة برضو لاستخدام هذه الدروس وتنويع أدواتهم في توصيل المادة التعليمية. شكرا. فعليا كلامك صحيح يا بروف أحمد صلاح، وفي المداخلة بتاعتها هي تكلمت عن نقطة مهمة اللي هو الطريقة اللي بيقدم بها التعليم الإلكتروني. يعني مثلا هنا البعض في السودان وصل نظرة خاطئة، يعني تلقى مركز بتاع تدريب يكتب لك القاعة الإلكترونية تعليم إلكتروني، وهو بيدرب عن طريق الواتس. الواتس لا يغرى، يعني هو وسيلة بتاع التواصل الاجتماعي، ما ممكن يكون هو، ممكن نستخدمه لكن هو داعي، لكن ما بقول أنا قاعة إلكترونية. أنا حاسس الزوم حاليا مع إنه تعليم متزامن، لكن ما ممكن أسميه منصة بتاعت ليرنينج مانجمنت سيستم متكاملة، لأنه النظم بتاعت التعليم الإلكتروني دي فيها لازم تكون فيها تسجيل الطلاب، الحضور، متابعتهم، جواها بنوك الأسئلة كما وضح بروف أحمد صلاح، وتفاعل بين الأستاذ والطالب سواء كان تعليم متزامن أو غير متزامن. يعني في اشتراطات عشان نظامك يرقى لأنه يكون نظام بتاع تعلم إلكتروني. لما نتكلم عن نظم التعلم الإلكتروني أمثلة لها زي الموديل، البلاك بورد، ونظام متكامل، لكن ما ممكن تستخدم لي الواتس ولا التليجرام لوحده تقول انا قاعد ادرب الكترونيا. دي دعمات للتعليم التقليدي، هم وسائل بتاعه تواصل اجتماعي انا ممكن استخدمها في التعليم زي الزوم، لكن ما ممكن امتلك لي قاعه بتاعه زوم واقول خلاص انا بقيت الجامعه بتاعتي بدرس عن الزوم عن طريق الزوم، انا بقيت شنو تعليم الكتروني مقدم بشكل كامل داخل جامعتي. فالزوم داعم، لكن إذا أنا ما وفرت نظام بتاع تعليم سواء أنا صنعته هنا في السودان أو استفدت من الموديل البلاك بورد الويب سيت وغيرها من النظم، لأنه هي متكاملة بتديك العناصر الثمانية اللي هي إنه الطالب يسجل، الطالب يكون يلقى الاختبارات، الاتندس، الحضور، فيها تفاعل بين الأستاذ والطالب، فيها فيد باك بشكل كويس. اليوم نحن سعيدين جدا في صفحة التعليم الإلكتروني في على الفيس إنه نستضيف بروف أحمد صلاح الدين عميد الدراسات العليا بجامعة السودان المفتوحة. وجامعة السودان المفتوحة في وجود البروف من لأكثر من 10 سنوات، هم بدوا التعليم الإلكتروني والدورات وغيره. نعطي الفرصة لمداخلة أخيرة اليوم، تعبنا البروف، يعني شكرا للبروف. ما في مشكلة إن شاء الله. آخر مداخلة دكتورة جوهرة. أستاذ جلال الدين إبراهيم رئيس قسم الحاسوب. السلام عليكم. الإمام الهادي برضو. عليكم السلام ورحمة. دكتور جوهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة.
الله يشكر التقدير والتحية للبروف أحمد صلاح الدين. حقيقة المحاضرة أنا شخصيا أضافت لي كثير جدا جدا جدا، وكونه إحنا ذاته نعرف إحنا واقفين وين والموقع الذي يجب أن نكون فيه، يعني الفجوة. إحنا هسي أنا عرفت الفجوة، أو يكون جميع الحاضرين يعرفوا الفجوة بين إحنا واقفين وين والموقع الذي يجب أن نكون فيه. وده برضو يعني رغم اننا بعيدين لكن بيخطنا في الصورة وبيخلينا الناس تجتهد في انه يعني تردم هذه الفجوة بقدر الامكان. يعني إن شاء النقطة الله. الثانية، نحن بنحتاج لتوعية كبيرة جدا لجميع الشرائح، شرائح المجتمع، سواء كانوا ولي امور او كانوا مثلا طلاب، معلمين، محاضرين، مؤسساتنا، منظماتنا مثلا، كلها بنحتاج فيها لتوعية كبيرة جدا جدا حتى نوصل الناس دي لغناء، لأنه في زي ما ذكر بعض المتحدثين إنه في فهم مغلوط للتعليم الإلكتروني، إنه التعليم الإلكتروني ما بيقدر يلبي حاجات التعليم التقليدي. فنحن بنحتاج لتوعية كبيرة جدا جدا لجميع هذه الشرائح، يعني نتضافر جميعنا كلنا إنه نوصل المفهوم الصحيح، وده طبعا بيجي بالممارسة الصحيحة للتعليم الإلكتروني. نوصل مفهوم التعليم الإلكتروني لجميع هذه الشرائح حتى إنه تدعم، يعني هذه الشرائح لو وصلت لقناعة إنه التعليم ده مهم جدا، وإنه أصبح مش مهم، هو أصبح أكثر أهمية وأصبح ضرورة ملحة، يعني بقى حتمي حتمي علينا إن إحنا لازم نستخدم التعليم الإلكتروني، وإلا هنقيف يعني في مؤخرة دول العالم وهنظل هكذا. يعني شكرا لك، أكرر شكري مرة أخرى يعني يا بروف، والله حقيقة يعني المحاضرة اليوم بالنسبة لي أنا شخصيا كانت إضافة كبيرة جدا جدا، جزاك الله خير وبارك الله فيك. تفضل بروف أحمد السلام. شكرا دكتور يوهر جوهرة. السلام عليكم. ندي فرصة أول حاجة قايلة لبروف أحمد صلاح يرد وبعد ذاك نتابع معاه. أيوة، فيما يختص بالفجوة، الفجوة يعني احنا بنقول لحد ما معقولة، يمكن أن تتردم يعني بمجهود بسيط، لأنه عندنا بنيات لا بأس بها. وصلنا لغاية الجيل الرابع، وفي شركات كثيرة بتاع اتصالات، والحمد لله يعني حملة الموبايلات برضو كثيرة، أو الأجهزة الذكية. وأنا دائما لما بدخل في أي محاضرة أو في أي فصل بقول للطلاب، في واحد ما عنده جهاز سمارت، ما عنده جهاز ذكي، فما في واحد بيقول لي والله انا ما عندي. معناها هم جاهزين وممكن يطبقوا التعليم الالكتروني، لانه هو الطالب يستطيع ان يصل الى الانترنت بطرق مختلفه. فلكن بس يا هو الشيء اللي احنا لاحظناه كله هو انقطاع الكهرباء المتكرر والنت البطيء ده. ده ان شاء الله حل، هي طبعا مسائل مادية ما أكثر، يعني كلها بقروش، بس القروش ده مشكلتنا، يعني احنا دايرين نعرف بيجي كيف، ولو جبناه إن شاء الله بنحل المشكلة بتاعت الفجوة. لكن التوعية دي طبعا داير برامج توعوية للمستخدمين، واحنا أغلب استخداماتنا ذات للإنترنت استخدام غير سليم، يعني بنستخدمها في الونسة وفي القطيع وكذا. الخواجات بيستخدموا الانترنت في زيادة الدخل، وقدامنا العالم منفتح. بعد أيام إن شاء الله يعني كل الناس يشوفوا إنه يعملوا تسجيلات ويرفعوه في جوجل وبلقوا فيها سنت من الدولارات في اليوم، كده تطلع لك ب 10 ولا 20 دولار. طبعا إحنا مرتباتنا كلها ما فايت 20 دولار في السنة، فأنت تقدر تعمل 20 دولار في اليوم أو ممكن تعمل أكثر. فالحال بتصلح إن شاء الله بالتوعية. فالبرامج التوعوية دي مطلوبة يعني للمجتمع ككل، يكون في الراديو وفي التلفزيون، إنه الناس تنهض من أجل تطوير التعليم ويرغبوا أبنائهم. وزي ما ذكرت يا دكتورة، طبعا كلنا شركاء في العملية، الأساتذة والمعلمين والمدربين والشركات الخاصة وشركات الاتصالات والطلاب، فكلنا تحت المسؤولية. وإن شاء الله يعني البرامج دي لما ترتب بصورة جميلة، طبعا بقوموا بيه باحثين اجتماعيين وعلماء نفس وكذا، فالأمور بتمشي إن شاء الله. شكرا لك جزيلا. شكرا
قبل ما ناخذ مداخلة، آخر مداخلة معلش يا بروف، قبل ما ناخذ مداخلة دكتورة نايلة وهي زميلتي طبعا ومؤسسة معي للصفحة ولغيرها من الأنشطة ولإدارة المحاضرة، لكن اليوم مشغولة في جامعة الحفر الباطن بالسعودية، ناخذ مداخلة من بروف مريود. بروف معنا بروفيسور، بروف مريود، و خط انقطع. هذا ايوه دكتوره نايله، تفضل يا دكتوره نايله. الو، السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. انا طبعا ما حضرت اصلا اي شيء في لكن اجتماع المحاضره مسجله، عارفك مشغوله مسجله لا 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 ايوه، لكن مسجله ايوه المحاضره حتى انا. فوالله من كلام مداخلات من مداخلة الأخت الجوهرة تقريبا أنا عرفت إنه المحاضرة كانت غيمة، وهو ما شاء الله عالم يعني. فأنا أتمنى إنه الناس تضع التحديات بتاعت التعلم الإلكتروني وتشوف الحلول. فالعالم كله حتى أصغر في غزة التعلم الإلكتروني موجود. فدي إشكالية كبيرة جدا كون إحنا ما نوظف الإمكانيات حتى بأبسط البناء اللي موجودة عندنا، نحن ممكن نستغلها في مواصله مسيره التعليم. وما ما يجي في التعليم يعني سنه تضيع من عمر ابنائنا وبناتنا، والله شيء محزن جدا ومؤسف. فانا اتمنى كل الجهات اللي لها الصله وكلنا مع بعض نتعاون ونتعامل بحيث انه نحذو حذو الدول حتى من دول العالم الثالث. احكي لنا عن تجربتك السعوديه يا خطوة نايله للبنات. نعم. حتى وصلوا سنه كم؟ هل السنه اللي فاتت كلهم كانوا موجودين معكم في السعوديه طبعا، وانت محاضر في جامعه حفر الباطن بالخفجي في السعوديه، التجربه بتاعت بناتك يعني هل هم موجودين في المنزل، درسوا مشوا سيمستر ثاني هم في الاساس؟ طبعا طبعا درسوا ومواصلين والاختبارات ويعرفوا يتعاملوا كيف مع الروابط وكيفين ارسال الواجبات اللي عليهم عبر المنصه ويفتحوا المنصه، وفي رياكشن وفي كل شيء وفيدباك بعدين بعد الحصه بتاعتهم. فالامور كانت طيبه جدا طيبه يعني حتى ابسط هنا يعني سنة مرات تكون مثلا عندها اشكاليه مثلا في النت ما بترجع لي تقول لي يا ماما مثلا انا البنات طلعني ولا كده، بكون سامعه الصوت انا هي طلعت من الحصه، بتروح بتعالج مشكلتها لحالها وانا بكون سامعاها. فكل الطلاب يعني هي مساله بتاعت فقط الناس لما وضعت الرغبه بعد ذاك من السهوله التنفيذ. فمجرد وبالذات اطفالنا واولادنا وبناتنا هذول بتاعين السنين اللي الناس التقنيه وناس الثوره التكنولوجيه، فبيقدروا يتعاملوا بيعرفوا كيف يتعاملوا مع التقنيات. وانا متاكده والله طلبتنا هذول الصغار دي متاكده في عندهم من الفنيات والتعامل مع التقنيه ما يفوق يعني مع المعزله اساس الجامعات في السودان عندنا بالذات. لسه الناس مع الطباشير ومع لا يكون عندها عرض تجهز عرضه بتاع الباوربوينت وتظبط كل شيء، تقول لي يا ماما غدر نظره اخيره مش وريني اعمل كيف، هي بتكون جايبه لي حاجه جاهزه فقط انا بطلع عليها. فالمساله هي التحديات، نحن في يدنا الحل بالامكانيات وبالبنى التحتيه المتوفره فينا نحن نحذو حذو الدول الاخرى وننهض بالعمليه التعليميه ومواصلتها بدل التوقف وضياع السنين من عمر ابنائنا وبناتنا. وبرضه المره الثانيه نعم. شكرا جزيلا بروف احمد صلاح الدين طبعا من الخبيره في التعليم الالكتروني، وبروف مريود تقريبا معنا. بروف مريود تفضل. تفضل يا عليكم. بروف مريود السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. معكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته للدوره للمحاضره. يديكم العافيه بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم وتحياتي يا بروف، يديكم العافيه ان شاء الله وربنا يوفقكم يا رب. الله يبارك فيك. عرف نفسك يا بروف الاول. انا اسمي عبد الباسط ادم مريود، كنت في جامعه السودان، حاليا في جامعة الملك عبد العزيز، حاليا في جامعة جدة، واشتغلت في اندونيسيا وفي ماليزيا ان شاء الله. ما شاء الله. ومؤسس ورئيس مجلس امناء كلية غبيش للعلوم والتكنولوجيا بغبيش في غرب كردفان.
زرناكم شكرا جزيلا مرة. يا بروف، ونسال الله سبحانه وتعالى نجعل، نعم إن نجعل شاء الله الله. سبحانه وتعالى نجعل علمكم علما نافعا، ويوفق اللهم الجميع آمين. في انه يتخطى هذه المرحله الحرجه جدا من تاريخ وطننا وشعبنا، إن شاء لانه الله. حقيقه احنا حاليا السودان بيمر بمنعطفات خطيره جدا وتحديات كبيره، لكن انا افتكر الشعب السوداني على قدر كبير جدا من المسؤوليه تجاه انه يتخطى كل هذه العقبات. بإذن من الله. هذه العقبات مساله جائحه كورونا، وهي بلا شك يعني انعكاساتها كبيره جدا على المجتمع، بالذات على المساله التعليميه والتعليم في السودان وكذا يعني. ولكن للاسف الشديد انه هذه الجائحه لحد الان ما في حد يقدر يقول والله حتنتهي امتى يعني. وده بيخلي الناس انه يفترض طوال نحط في بالنا انه الاستمراريه لها، وبالتالي كيفيه التعامل معها. وعشان كده احنا بنشوف كل دول العالم اليوم اصبحت يعني تتعاطى مع جائحه كورونا بحسبان انها حتستمر يعني. وبالتالي اصبح الاقتصاد وفق كورونا، التعليم وفق كورونا، الثقافه وفق كورونا، التنميه وفق كورونا. ونحن ما شاء الله يعني زي ما ذكرت الاخوه وذكروا الاخوات والاخوه الذين سبقوني، انه نحن لدينا الامكانيات حقيقه، ولكن نحتاج ان نفعل هذه الامكانيات. نحن لدينا مقدرات ذهنيه لدى طلابنا ولدى اساتذتنا، سواء كان في المراحل المختلفه، مرحله التعاليم المختلفه. يعني الاستاذ السوداني انا افتكر من انجح الاساتذه على المستوى سواء كان الاقليمي او العالمي، سواء كان في المرحله بتاعت الاساس او الثاني او الجامعي. وهذه المساله واضحه جدا يعني، ما محتاجه ان احنا نجد لها براهين. اذا هذه واحده من الحاجات الاساسيه، ان يكون لدينا استاذ وهو ركن اساسي في العمليه التعليميه حتى في التعليم الالكتروني. وايضا لدينا طلاب متميزين صراحه، يعني العقليه بتاعت الطالب السوداني، ودي من خلال الممارسه، انا درست في مجموعه بتاع الدول، يعني انا يعني احسب ان الطالب السوداني من الطلاب المميزين. حتى طلابنا اللي بيتخرجوا من بعض الكليات احنا بنسميها كليات خاصه وكذا، لكن لما نطلع برا في كندا ولا في امريكا ولا في استراليا ولا كذا يكون متميز. هذا معناه اذا البنيه العقليه موجوده. طيب نحن عندنا شركات بتاعت اتصال، وشركات عندها رساميل بتاعت اموال كبيره جدا، وهي بلا شك يعني عملت بنيات تحتيه طيبه، ولكن لم تكن تحتسب لان يكون هنالك يوما يوم لانهم يكون عندهم مشاركه كبيره في مساله الشبكات تحسب لجائحه كورونا. ولكن اليوم افتكر جد دور انه لازم يكون هنالك تعاضد كبير جدا بين هذه الشركات وشركات اخرى، على اساس انه تتوفر البنيات الاساسيه للتعليم الالكتروني. مساله التعليم الالكتروني يعني ما منها مفر ابدا باي حال من الاحوال، زي ما بقولوا الخواجات باي هوك اور كروك لازم يكون عندنا تعليم الكتروني احنا. ونحن اذا كان عندنا استاذ وعندنا طالب وعندنا قليل من الاشكاليه في الانترنت والكهرباء وكذا، افتكر هذه المسائل كلها مقدور عليها. لانه ممكن التعليم يكون تزامني او يكون غير تزامني. يعني ممكن الطالب يسجل المحاضره او ينزل الباوربوينت، لما تيجي الكهرباء يفتح جوال وينزل المحاضره او ينزل التسجيل الصوتي يعني. نعم. لكن للاسف الشديد احنا عندنا بعض احنا المفاهيم اللي هي بتخلينا دائما كل جديد عندنا لازم يكون في اشكاليه في تطبيقه، وكل جديد عندنا لازم يترفض بقدر كبير جدا. وبالتالي هذا يحتاج زي ما ذكر الاخ البروف، يحتاج للتوعيه، لبرامج توعويه على اساس انه تبشر بالتعليم الالكتروني. انا يعني يفترض تستغل الفضائيات السودانية، القنوات التلفزيونية والإذاعة وكذا، لتبشر بأهمية التعليم الإلكتروني، ولتحبذ للآخرين، للطلاب وللمجتمعات البعيدة وكذا، أنه لا بد أن يكون هناك تعليم إلكتروني بأي حال من الأحوال. وطبعا عندنا مناطق كثيرة في السودان لم تصل كهرباء بعد، نعم، وعندنا مناطق كثيرة في السودان لم يتصل إنترنت، نعم، ولكن عندنا لها بدائل، هنالك بدائل وأنا أفتكر الجامعة المفتوحة هي كانت سباقة جدا في هذا المجال.
يعني هي توصلت لمناطق لا كانت لا فيها كهرباء ولا فيها انترنت. الجامعة المفتوحة بأشرطة بتاعت كاسيت بإذاعات بكذا. إذا بالتالي كل محلية، أنا مفتكر اليوم كل محلية في السودان فيها إذاعة. إذا كان ما فيها إذاعة افترض تعمل إذاعة. على حسب معرفتي أنه كل محلية فيها زمان أندية بتاعت مشاهدة. إذا معناها فيها تلفزيون. يعني يمكن أن يكون هناك يعني الحتة اللي ما فيها كهرباء وما فيها، أنا بتكلم كهرباء إمداد عاملة بالنسبة للمنطقة كلها، لكن طبعا ممكن يكون في إذاعة وفي تلفزيون عندهم وأقول يشتغلوا زي ما موجود عندنا في الغرب، يعني كل المحليات فيها وبراد تشتغل يعني، أو شرائح طاقة شمسية ولا كذا. أنا أفتكر في جزء كبير جدا لابد أنه كلنا مع بعض يكون في تعاضد بين الشركات بتاعت الإنترنت أو شركات الاتصالات، بين الجهات السيادية نفسها، الجهات التنفيذية والسيادية، فأنه يتبنوا مشروع قومي للتعليم الإلكتروني. بمعنى أنه لابد أن يكون هنالك نظرة إجمالية لأهمية التعليم الإلكتروني، ما ممكن نأخر نفسنا سنة نحن، وهذه مسألة بناسة بحساب الاقتصادي كبير جدا. يبقى بالتالي لو هذه الجهات كلها مع بعض تعاضت فأنه تهتم بمسألة التعليم الإلكتروني، أفتكر الناس ممكن يخرجوا لبر الأمان. ومن الأشياء المهمة جدا أنا شفت عندنا في بعض البلدان الأفريقية الدولة تبنت أن هي تنتج يعني تابات محلية، يعني تاب بدل يستوردوه من الصين ولا كده لا ينتجوه في وانا افتكر عندنا مصر عندنا شركات كبيره جدا يمكن ان تنتج تابات خاصه للطلاب وتتوزع ان شاء الله بالاقساط او تتوزع بمبالغ ممكن على الاسره ممكن تشتريها لابنها مثلا. انا افتكر هذه المسائل لو وضعناها نحن كواحده من اولوياتنا وكنظره كليه لنا كدوله افتكر المشكل الموضوع ما فيه مشكله اصلا. اي شيء في العالم دي يجد فيه تحديات، يعني حتى الدول اللي عندها راساميل او عندها اقتصاديات كبيره تواجهها تحديات يعني، ولكن كيف يمكن للاخرين للناس ان يواجهوا هذه التحديات؟ انا افتكر الدوله مهمه جدا، المجتمع اهميته اكبر من الدوله، فانه هو لازم يكون بيننا كمثقفين ومتعلمين وكذا ان يكون هنالك برامج ارشاديه وتعويبيه للناس على سنهم. التعليم الإلكتروني يتزم مصد لابد منه، لأنه كورونا ما حد قيف اليوم ولا بكرة، احتمال تستمر سنة سنتين ما معروف، لأنه ظهرت في العالم كله فترة تتصل استرينز جديدة من الفيروس، هذا معناها إصابات أخرى ومشاكل وكذا يعني. حتى الدول الأخرى بتفكر، حتى الناس يفترض يفكروا أنه ممكن يكون التعليم الإلكتروني موازي، يعني حتى لو يعني انداحت جائحة كورونا انتهت لابد أن يكون هنالك تعليم إلكتروني مستمر الناس فيه، لأنه لأسباب كثيرة جدا الناس ممكن يعني تستعيد جزء من التعليم العادي بالتعليم الإلكتروني، أنا ويتماشوا مع بعض يعني. أنا أفتكر هذه الندوة مهمة جدا تكون فتحت الآفاق لبعض وفتحت آذان الآخرين لأنه يستمعوا بعض الأشياء، وياريت لو كان في طريقة أنه توصل الرسائل بصورة كبيرة جدا لهذه المسألة. أنا شايف في مجهودات كبيرة جدا قايمين بعض الأفراد بعض الزملاء والزميلات في مجموعة GEG في السودان، وأظنهم متبنيين فكرة بتاعت أنه يدربوا 8000 أستاذ في فقط في 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 الولاية في العاصمة الخرطوم. أنا أفتكر ده مجهود كبير جدا وهم مستعين أنه يعني يصلوا لبعض الولايات الأخرى. أنا أفتكر يعني مجهودات زي هذه يمكن تدفع بقدر كبير جدا بالمشروع بتاع التعليم الإلكتروني في السودان. وأنا شاكر جزيلا لكم، وأنا أتمنى سبحانه وتعالى أن يسر الأمور وأن يجعل السودان دوما في المقدمة. شكرا جزيلا لكم. شكرا بروف مريوت، وأنا طبعا حضرت لك العديد من المحاضرات القيمة جدا، وبروف أحمد صلاح بسبب الشبكة غير موجود حيرجع لنا بعد شوية ما عنده طريقة يرد، ونقول بروف أحمد صلاح الدين عبد الله مدير أو عميد الدراسات العليا بجامعة السودان المفتوحة، لك مني على الدين عبد الوهاب وجميع الحضور كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذ العطر على تقديمك لهذه المحاضرة القيمة. أستاذ عراء، أستاذ عراء، السلام عليكم. تفضل السجلان. أستاذ عراء، تفضل يا السجلان. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله
استاذ علاء، المحاضره جميله خالص، وحقيقه يعني الموضوع اللي قاعد تقوم به جميل خالص كمان، لكن مشكلته بالزمن. يعني انا هسه الان في جوه مكتب كله زحمه، يعني ناس دكتور هيثم ده ما خلوه حتى تحضر. يعني استاذ جلال الدين ابراهيم رئيس قسم الحاسوب بكليه او رئيس قسم الحاسوب بكليه الامام الهادي، او رئيس مناوب لكليه بالقسم. تفضل يا استاذ جلال. تابع ودينا دكتور هاي. بعتنا مشكله، بعتنا في الزمن بس يا استاذ علاء، يعني ما قادر المحاضره وبعد ما تقول المداخله بتاعتك انا مسؤول. انا ما سمعت اي حاجه في المحاضره دي لانه معي مكتب ومكتب فيه ازعاج. اي والله مكتبين تعرفوا طبعا هو بيت البكا. عموما انا ما حضرت حاجه، لكن بجد يعني الدكتور أبروف صلاح يعني اكيد قال كلام غيم، واكيد قال كلام سمح خالص، ونتمنى انه نسمعه في التسجيل، بعد ذلك نديكم راينا ان شاء الله. ان شاء الله. والدكتور هيثم وين؟ انت شنو على؟ دكتور هيثم وين؟ ما سامع. آه خير ان شاء الله. انت طبعا يا زول خير ان شاء الله، ما في مشكله. الله لا غير موارد باذن الله. بس الله شكرا للحسن. شكرا لمداخلاتكم. شكرا لحضوركم. مشاركه دائما دكتوره نايله معانا، وهي اللي بتدفعنا للامام، وهي مدربه بتاع التعليم الالكتروني موجوده بجامعه حفر الباطن بالخفجي. ايضا شكرا للحضور ياسمين الشافي، دكتوره جوهره محمد، واستاذه هند الفكيه، واستاذه نادي احمد، وعبد الرحمن ابراهيم، وايمان ابن ادريس. شكرا بروف مريود، واستاذه ناهي. كنت معكم استاذ علاء الدين عبد الوهاب، محاضر بعدد من الجامعات منذ 2002، مقدما ومشرفا فنيا على محاضره لبروف احمد صلاح الدين عبد الله، عميد الدراسات العليا بجامعه السودان المفتوحه. لك مني علاء الدين عبد الوهاب وجميع الحضور كل الثناء والتقدير، بعدد قطرات المطر والوان الزهر وشذا العطر، على تقديمك لهذه المحاضره القيمه من اجل الرقي بمسيره التدريب في السودان. تابعونا الأيام القادمة على صفحة التعليم الإلكتروني في السودان وقناتنا بالتليجرام، يوميا محاضرة عن التعليم الإلكتروني وتطبيقاته. شكرا لكم.